بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة الإصلاح العربي، بحب أقول لهم كل سنة هم طيبين ودائما قادرين يساهموا كعادتهم بشكل فعال على مستوى البحث في المنطقة العربية ككل. ومبادرة الإصلاح مش بس بتقدم إسهامات بحثية مهمة، إنما كمان بتطلع لنا طول الوقت كوادر من باحثين الشباب، وبتعمل علاقة قوية بين المؤسسات البحثية في المنطقة العربية. فدورها مش واقف بس عند البحث، إنما كمان بيمتد لتنمية ودعم كل المجال البحثي في المنطقة العربية. كل سنة هم طيبين ودايما من نجاح إلى نجاح.